أعلن القضاء الإسباني أن النيابة العامة قدمت شكوى ضد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي ريال مدريد السابق لكرة القدم بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 3,300,000 يورو. ويأتي هذا الإعلان في إطار إجراءات القضاء الإسباني الهادفة إلى مكافحة التهرب الضريبي في عالم كرة القدم، وبعد أسبوع من اتهام مواطنه كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي. وتولى مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا الإشراف على ريال مدريد بين عام 2010 و2013.